احنا دلوقتي على ارتفاع اكتر من 2500 متر في قرية ما في مكان ما في عمان. تعالوا اقول لكم وصلنا هنا ازاي. يلا بينا. بصوا يا جماعة، الماعز بيرعى كده مع نفسه في الجبل، شايفين تحت اهو، ما شاء الله. دلوقتي انا وعدنان اللي يعتبر اقوى متسلق فيهم في الجروب ده بيتحدان ان مين يطلع الجبل الاول القمة، فاحنا سيبنا الدنيا بقى تحت على مهلهم وماشيين. انا مش هستغل انت على الشجره وامشي. يلا يلا يلا. ايوه بص يا جماعه، سبحان الله العظيم شكل الحجاره عامل ازاي، سبحان الله. احنا دلوقتي على ارتفاع كام يا عدنان؟ هوريك لهذيك النقطه، خد الكاميرا على هذيك. فين الرادار؟ اه شوف نفس القبعة ابيض. ايه هناك بارتفاع 3080 متر. يا الله، 3000 80 متر. ايوه هذاك جبل شمس. يعني احنا دلوقتي يا جماعة بالميت على ارتفاع 2500. ربما بالميت يمكن. الاكسجين هنا صعب جدا، حطيتك هذيك النقطة، النفس صعب جدا. ايوه النفس صعب انك على ارتفاع. اه يا وحش. نفس يا باشا. توصل اصحاب قريب ترى. احساس خرافي. كيف؟ بصوا يا جماعة، سبحان الله العظيم، سبحان الخالق المبدع، سبحانك يا رب ما أعظمك وما أعظم خلقك. الله اكبر. ايش ربي؟ لاني جبت مركز. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. اسد. وصلنا. وصلنا الى القمة بفضل الله. الله. بصوا ده الجسر ده مين عامله ده يا عدنان؟ اهل القرية؟ نعم. سبحان الله. بس عاملين جسر ازاي عشان نعدي من هنا لهنا؟ اول سبحان الله. أول ما كانت بينهم ما في شوارع، فما فكان الطريق الوحيد الممشى من هنا يروح حل الداخلية الحمراء ويطلع من هنا. في عيون فوق، في عين فوق، وفي غرفة، وفي طريق باليسار. هنشوف هروح فين دلوقتي لما يطلعوا، لما يكملوا يطلعوا هنشوف هيروحوا فين. لقد فعلناها مرة أخرى، الحمد لله. ومن هنا يا جماعه نكون وصلنا خلاص الى قمه والى نهايه المسار بتاعنا النهارده. دلوقتي بقى هنقعد هنا شويه كده ناخد شويه صور، وطريق العوده نفس المسار اللي احنا جينا منه، فما اعتقدش لازم ان احنا نصور، ولكن لو لقيت حاجه يعني كده فيري انترستنج او حاجه مثيره جدا واحنا راجعين هصورها لكم. ولكن ده نهايه الفلوج بتاع النهارده. ايه رايكم في التجربه دي؟ وايه رايكم في المغامره الجامده دي؟ انتظروا الفلوج الجاي وانتظروا المغامره الجايه. مع السلامه. باي. من الحاجات المميزة جدا جدا في عمان الكرة اللي بتكون على ارتفاع عالي قوي 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 بين الجبال، مش عارف ليه الناس تكره هنا. تعالوا اوريكم. بيطلعوا بقى لحد هنا بسيارتهم، دي نهاية الطريق لحد القرية. ممكن من تحت الجبل المشوار مثلا يكون نص ساعة صعود بالسيارة لحد هنا، وبعد كده الطريق ينتهي ويبدأ الطريق المشاة. كمان الموضوع هنا في التواصل سهل قوي، يعني واحد من هناك بعيد عايز ينادي على حد هنا بينادي عليه بالصوت، بيزعقوا لبعض بطريقة معينة. الصوت طبعا عشان في الجبل بيبقى عالي قوي، فبيكون في تواصل سريع ومباشر على طول.